على الجانب الاخر زي ما بقول لحضراتكم بتبقى في لعبه وكلاء لاعبين شغاله بشكل كبير، يعني مش عارف مين اللاعب ده، الاهلي زمالك، وبعدين ينزلوا لتحت شويه وهكذا يعني. طيب الكلام بقى بدا يصل كمان من مش لاعيبه بس، يعني بقالنا كام يوم قصه علي معلول وفايلر والعرض من العين الاماراتي. خليني مفتيش وما اقولش حاجه، لكن هرحب بصديق وزميل عزيز جدا ونجم من النجوم الكبيره في سماء الكره الاماراتيه سابقا والان عضو مجلس اداره شركه العين لاداره كره القدم، كابتن ماجد العويس. مساء الخير يا صديقي العزيز. مساء الخير يا حبيبي يا كابتن سوبير. ازيك يا ماجد؟ الحمد لله يا حبيبي. ايه اخبارك؟ طمني عليك. الحمد لله الامور كلها تمام. الاخبار عندكم ايه؟ الكورونا عامله ايه معاكم؟ طمني. والله الحمد لله الامور بدات يعني تنزاح، الامور بدات تتحلحل، والحمد لله بدات الامور تتحسن، وحتى بدا الطيران يعني بدا. نعم نعم. طيب ده حاجه كويسه، الطيران شغال. وبعدين اول يوم فتحوا في دبي بعتوا لي الصور، دبي كلها نزلت الشارع، يعني لما بقت 11 بالليل الناس كانت في حاله اشتياق يا ماجد. صحيح، تعرف انت الضغط كابتن شبير. أيوة. فتره طويله، فبس بعد الناس ملتزمه بالامور الاحترازيه. ده صحيح ده صحيح ده صحيح ده صحيح. والالتزام الحقيقه ولد نتائج رائعه، انتوا اعداد الوفيات عندكم نادره جدا الحمد لله والشكر لله يعني. الحمد لله، يعني اهتمام كبير من الاداره العليا ومن الرئاسه، اهتمام كبير امانه. ده صحيح. انا عايز اسالك يعني اتعاملتوا مع الازمه دي ازاي؟ كنادي ازمه كنادي الكورونا كنادي نادي العين تعامل مع ازمه الكورونا ازاي؟ عندكم لعيبه محترفين، عندكم يعني انتوا شركه كبيره جدا ما شاء الله يعني. نحن امانه من بدات الكلام وكثر عن الكورونا، المدرب استمع مع مجلس الاداره وتكلم في الموضوع وبدا يكلمنا عن اشياء كثيره تحدث في البلد خاصه في البرتغال. تكلمنا عن وفيات، تكلمنا عن اشياء انه لازم اليوم اللاعبين يهتمون ويكونون هم اطباء لنفسهم، وقعدنا معاه وتكلم مع اللاعبين ونصحهم وتكلم معاهم واداهم حتى التمارين الخاصه عن بعد، وتكلمنا انه خلاص ان التمارين راح تكون عن بعد والامور الاحترازيه مهمه. اليوم الواحد صحيح انت كشاب ممكن ما تتاثر ويجيك الكورونا وما تتاثر، ولكن الواحد عنده عائله، عنده ام ابناء صغار ممكن يتاثرون. فكانت نصائح المدرب مع مجلس الاداره واللاعبين امانه التزموا بالبرنامج اللي رسمه لهم المدرب. هل قررتم ميعاد عوده للتدريبات؟ حاليا انت عارف الجو ما يساعد كثير على التدريبات، ولكن نحن في اجازه بالنسبه للاعبين، عاطينهم اجازه، ولكن اليوم الرؤيه ضبابيه بالنسبه لنا بخصوص بدايه الدوري او البطوله الاسيويه. حاليا الكلام على ان البطوله الاسيويه راح تستكمل في شهر 9، فنحن جاهزين للمعسكر حاليا، عاملين يا بلان الف وبلان بلان اي وبلان بي. نتكلم على بلان اي، احنا ممكن نعمل معسكر داخلي يكون في الامارات هنا في ابو ظبي، او البلان بي اللي احنا متعودين على المعسكرات الخارجيه، وامانه دائما المعسكرات الخارجيه هي افضل، خاصه ان المدرب صحيح. يقدر يعني يعمل جرعات كثيره من التدريب، سواء جرعتين او ثلاث جرعات يعني. طيب عايز اسالك، الدوري العام اتحدد موعد ليه مبدئي ولا لسه؟ والله لسه الرؤيه الضبابيه، هل هيستأنفوا المباريات المتبقيه ام هيلغى الدوري؟ لسه الامور ضبابيه. تجربه رائعه كانت مع حسين الشحات، ثم عاد الى النادي الاهلي ووصل تالقه مع النادي الاهلي. يعني ان الاوان تفصح لنا، يعني كنتوا بترغبوا في الابقاء على حسين الشحات، ولا كان هو عنده الرغبه الملحه في الخروج والعوده الى مصر من خلال النادي الاهلي؟
في البدايه انت كابتن شبيه، انت عارف علاقتنا قديمه بنادي الاهلي وعلاقه قويه، واذا تذكر انت حضرت مباراه اعتزال عندنا هنا في نادي العين. طبعا. وانا امانه تشرفت باللعب مع كابتن حسام حسن، ولما طلبنا من نادي الاهلي اعاره اللاعب حسام حسن في فتره تالقه في بطوله افريقيا، نادي الاهلي ما تاخروش علينا. نعم. نحن والاهلي حبايب. نعم. ودائما علاقتنا قويه سواء برئيس مجلس الاداره محمود الخطيب او بالكابتن امير مدير التعاقدات امير توفيق. ايوه نعم. نعم. اما لما تكلمني عن شحات، طبعا شحات من اللاعبين المميزين، عمل موسم ونص معانا، موسم ممتاز امانه، خاصه تالق كبير في بطوله أندية العالم. نعم. وتعارض بطولة أندية العالم، وصلنا النهائي مع ريال مدريد. نعم. وكان حسين أحد نجوم البطولة هذه. طبعا. ولما نادي الأهلي طلب منا حسين، نحن ما تأخرناش، لأن نادي الأهلي عزيز علينا، وحسين كذلك عزيز علينا، وحسين ألح بالعودة بعد، وحسين كان يحب يلعب للأهلي. نعم. ويتمنى يلعب للأهلي، ونحن أمانة ما وقفنا في طريق حسين، لان نادي الاهلي عزيز علينا وحسين عزيز علينا امانه. نعم. الرغبه يعني كانت مشتركه ما بين الاهلي وحسين الشحات، والعلاقه الطيبه اللي تجمع الاهلي بالعين يعني خلت الامور تبقى بشكل ميسر، لكن انتوا كنتوا متمسكين بحسين الشحات. صحيح. انت لو تسمع حسين احد نجوم نادي العين، لما كان حسين الشحات على جهه اليمين وكايو على جهه اليسار. نعم. معهم بيرك، يعني خط هجوم قوي كان ناري. ولكن أمانة دائما رغبة اللاعب بعد ساعدت كثير على عودة أو انتقال حسين للنادي الأهلي. ده يخليني يعني أوصيك على يحيى نادر. يحيى نادر هو ابن صديقي العزيز، الآن أصبح مواطن لكنه أثبت وجوده في فترة قصيرة جدا، وأصبح أحد الركائز الأساسية سواء للمنتخب الأولمبي الإماراتي أو لنادي العين، وقد يكون مرشح كمان للانضمام للمنتخب الاول. يعني قصه يحيى نادر مع نادي العين قصه مهمه جدا، كمان ولد من الاشبال انه ينجح انه يصل الى انه يبقى في مكان اساسي في نادي العين، حاجه ممتازه يعني. صحيح. يحيى نادر من اللاعبين المميزين، وامانه الولد تعب على نفسه واهله تعبوا عليه، وتعبهم ما راح هدر امانه. نعم. اليوم من احد نجوم العين المتالقين واحد نجوم المنتخب امانه. نعم. والعين ليه يعني الانتصارات غابت بالمنافسه على البطوله بعدت شويه؟ الناس متعوده دايما ان العين ما شاء الله يعني احد الفرق اما بطله او منافسه على الصداره دائما وابدا. امانه دائما العين يسعى للمنصات، وبعد البطوله الاخيره بطوله انديه العالم ووصولنا لنهائي انديه العالم. نعم. حصل دروب في الفريق، وهذا راجع طبعا لانت استفدت حسين الشحات، استفدت. نعم. المدرب جات في نصف الموسم وطلب الخروج من الانتقال لاحد الانديه المجاوره. شيء ثاني، ما توفقنا في المدرب البديل، فهذه من الامور اللي ما ساعدت. ولكن بعد اليوم نحن في الموسم هذا وصولنا لنهائي الكاس، كاس رئيس الدوله، اليوم مناقشتنا على الدوري، اليوم نحن ترتيبنا الثاني، الفرق 6 نقاط بيننا وبين شباب الاهلي. نعم. وعندنا مباراه معاهم، يعني ما تقدر تتكلم الفرق 3 نقاط. نعم. فالعين دائما في المنافسه، ولكن الفرق الكبيره تمر احيانا بصعوبات. نعم. كلمت على المدرب كتير وذكرت اكثر من مره المدرب، ده يعني انكم بالفعل لم تتفاوضوا او لم تفكروا في الدخول في التفاوض مع رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي؟ امانه احنا كلمتك كابتن شبير ان علاقتنا قويه وكبيره مع النادي الاهلي. نعم. واتكلم عن نفسي انا اهلاوي، فابدا ما تكلمنا مع فايلر ابدا. وهو من المدربين المميزين. طبعا. وعامل موسم ممتاز مع الاهلي. ويعني حتى يعني نتكلم مبادئنا واخلاقنا، ما تسمح لنا ان نروح نتكلم مع مدرب وهو على راس عمله ومع نادي عزيز علينا وغالي علينا، ابدا ما اخلاقنا ما تسمح لنا. علي معلول. علي معلول حبيبنا وكابتن كبير ولاعب مميز وكل نادي يتمناه، ولكن ما تكلمنا معه ابدا، لان نحن المدرب بخصوص اللاعبين تكلمنا على الابقاء على شوتاني والابقاء على لابا
والتفاوض للتسديد مع اسلام خان، وعندنا الجهة اليسار اللي هو الجهة اليمين جناح الأيمن. نعم. اللهم نبحث عن جناح أيمن، إذا علي معلول يلعب جناح أيمن ممكن. باهر المحمدي، باهر المحمدي بعد لاعب مميز أمانة، ولاعب كبير، لاعب الإسماعيلي، ولكن ما تكلمنا مع أبدا معه، يعني لا تكلمنا مع النادي الإسماعيلي ولا قدمنا لهم عرض، وهذا كله كلام يعني يقولون كلام جرايد لا أساس له من الصحة على الإطلاق. ابدا ابدا، لا الموسم ده ولا الموسم اللي فات يا مجد. الموسم اللي فات انا ما كنت في الاداره، فما اقدر اتكلم في شيء انا ما كنت موجود فيه. نعم ولكن الموسم هذا نحن متواجدين، ما تكلمنا لا مع باهر المحمدي ولا مع ريني ولا مع علي معلول. نعم. هل انتوا عندكم العدد العدد بعدين اذا تسمح لي كابتن شوبير بس اعقب على تفضل يا كابتن. نحن عندنا مدرب جبناه في نصف الموسم وعمل معانا نتائج ممتازه. نعم. وصلنا لنهائي الكاس. نعم. الثاني حاليا في بطوله الدوري. نعم. فيعني صعب اليوم انت لا مدرب حقق معاك انجازات وانت جايبه صار له 6 شهور وتروح تغير مدرب وتروح لمدرب، يعني صحيح. مش منطق. نعم. فما ادري كيف يعني الناس تتكلم في اشياء مش منطقيه احيانا. طيب انتوا عندكم العدد يعني الكافي من اللاعبين الاجانب ولا توجد نيه للتعاقد؟ لا لاعيبه مصريه ولا حتى لاعيبه من جنسات اخرى الان؟ حاليا نحن عندنا 3 لاعبين المدرب عايزهم. خلاص اللي هو نتكلم على لابا وعلى شيطاني وعلى اسلام خان لاعب نص الملعب. نعم. عندنا بس الجهه اليمين الجناح الايمن. نعم. نبحث عن جناح ايمن امانه. ماجد ولكن ما تفاوضنا، ما تكلمنا مع اي لاعب حاليا من مصر. عندنا حتى اللاعبين الموجودين عندنا ومن ضمن القائمه اللي نعرضها على المدرب، هذه امور انت عارفها سريه ما تطلع الا لما يكون وقت يعني وتبدا المفاوضات وتخلص الامور على خير، بعدين يعني الواحد يتكلم عنها. كابتن ماجد عويس بشكرك شكرا جزيلا، عضو مجلس اداره شركه العين لاداره كره القدم. شكرا كابتن ماجد. ماجد العويس من اللعيبه الجمال الحقيقه، الناس الجمال جمال يعني في كره القدم، كان لعيب ممتع كده دائما. بشكر دايما طبعا كابتن علاء مدكور الحقيقه، هو بيعمل لنا كل حاجه الحقيقه في الاتصالات ويعني كل ما يمكننا تخطيطه من اخبار في عند الاخوه الافاضل الاعزاء في الامارات. طيب بالراحه كده بس يعني، لانه حتى ماجد صديقي جدا يعني، انا في حكم الكابتن بتاعه يعني، عشان كده بقول له ماجد كابتن على راسي من فوق. طب بالراحه بس يا جماعه الله يخليكم، لانه هو يعني اشتكى في اخر المكالمه، قالك عندي مدرب وصلني نهائي كاس، كنا بعاد في الدوري بقينا فرق 6 نقاط، وعندنا شباب اهلي دبي. شباب اهلي دبي ده منتخب 3 فرق يعني، الشباب والاهلي ودبي، والراجل ماشي على افضل ما يكون، ازاي ان انا همشيه؟ وراجل قالك فايلر هايل وعامل موسم هايل مع النادي الاهلي وشيء رائع، بس انا زي دلوقتي تقول لك ايه، الاهلي بيتفاوض مع فلان فريرا مثلا مدرب عظيم فريرا مثلا. طب فايلر اللي عامله ده كله الناس هتستغرب، طب ازاي فايلر مكسر الدنيا في مصر يعني. فنفس الامر، فهو حتى يعني قال لك كلام جرايد. باهر محمدي قال لك مفيش، ما تكلمناش خالص. علي معلول ما تكلمناش خالص. فارجوكوا الناس اللي بترمي اخبار ما بلاش منها يعني، ما بلاش من الحاجات دي لانها مش حلوه، خاصه انه الايميل والفاكس والواتساب والماسنجر والتويتر في ايه تاني، في 500 وسيله اتصال دلوقتي يعني. فطب عايز ايه يعني، والالو يا سيدي. فبمنتهى البساطه والسهوله واليسر يعني. فانا الحقيقه اخرت هذه المكالمه الى يعني نهايه الاسبوع يعني، عشان اعرف حضراتكم الدنيا ماشيه ازاي من المصدر نفسه يعني.